اكتر موقف كوميدي حصل لك في الكوره سواء في مصر او في المانيا؟ انا عارفه ان كان في موقف يعني مش ولا بد حصل مع في الاكل، موضوع الاكل. ما انت اصحابك كانوا مين بقى؟ قالوا لي ميدو وابراهيم سعيد. دول كانوا مودينا في داهيه الجزء. مين كان يعني انتوا الثلاثه اشقى واحد؟ مين كان اللي بيقود الشقاوه؟ انا. لا انا بقى حقاني يعني. لا انا والله. ولا عشان هما ما يزعلوش؟ لا والله انا بجد انا مش قلت لك انا في سن العشرين ده كنت انا اللي كنت بقود. وطبعا الاثنين بقى يعني عندهم استعداد. لا هم جاهزين بقى. هم جاهزين. لا يعني في مواقف كتير بس 90% منهم ما يضحكوش يعني. في مواقف كتير ما ينفعش نحكيها بس يعني مش عارف والله مش عارف اقول لك اني موقف يعني والله ما لاقي. في موقف اعتقد ابراهيم حكاه قبل كده اللي هو بتاع كان في عريس وعروسه وكان جاي لهم اكل في الفندق اللي احنا كنا قاعدين فيه والراجل خبط علينا بالغلط فانا فتحت له الباب قال لي العريس والعروسه هنا. قال لي ازيك كابتن؟ قلت له ازيك؟ قال لي العريس والعروسه هنا يعني ده اكل في اكل وبتاع. قلت له هنا. راح مدخل الاكل. كنا احنا يا مع الجواري كنا مع كابتن جواري وجعانين جدا ما ناكلش خالص كان مجوعنا يعني. يا معسكر معسكر منتخب وطبعا ولاد لنا دايت بقى وبتاع. أيوة. وهنموت من الجوع بقى ورفيعين جدا وفجاه لقينا جمبري بقى وسمك بقى ورز فقال لي العريس والعروسه هنا. قلت له خش. راح مدخل الاكل بقى وحصلت مصيبه وكابتن جواري طلع لنا وكسر علينا الباب طب هو حد بلغه ولا بالصدفه اكتشف؟ طبعا العريس والعروسه. العريس والعريسه قاعدين في الاوضه مستنيين الاكل يعني قاعدين عاملين كده فعرفوا ان الاوضه دي اخذت الاكل عرفوا.